ومما يكون في القيامة موقف الحساب، موقف الحساب، يحاسب الخلائق يوم القيامة، حاسبهم الله جل وعلا. فالكافر يحاسب حساب تقرير يقرر في أعماله الكفرية، حساب تقرير ما هو بحساب موازنة بين الحسنات والسيئات، لأنه ليس له حسنات، وإنما يقرر بأعماله. وأما المؤمنون فيحاسبون على أعمالهم، لأن لهم حسنات ولهم سيئات. فمنهم من لا يحاسب يدخل الجنة بغير حساب، كما في حديث 70,000 الذين يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب. ومنهم من يحاسب حسابا يسيرا، وهو العرض، فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا. ومنهم من يناقش الحساب، يحاسب حساب مناقشة، والأول يحاسب حساب عرض فقط، حساب عرض يسير، وهذا يحاسب حساب مناقشة. قال صلى الله عليه وسلم: من نوقش الحساب عذب. نعم. بعد هذه الأهوال كلها فيه الصراط، الصراط منصوب على متن جهنم، على متن. والصراط هو الطريق، وهو ما يسمى بالقنطرة، يسمى بالقنطرة. تعرفون القنطرة أنتم، اللي تمد على وادي ولا على جبال، ولا قنطرة، يمد هذه القنطرة على النار، على متن جهنم، على وسط جهنم. يمر الخلائق كلهم على هذا الصراط، أدق من الشعر وأحد من السيف وأحر من الجمر، يمر الناس عليه على قدر أعمالهم، تجريبهم أعمالهم فوق الصراط. فمنهم من يمر كالبرق الخاطف، ما يمديك تشوفه إلا هو رايح. ومنهم من يمر كالفرس الجواد، ومنهم من يمر كركاب الإبل، ومنهم من يعدو عدوى، ومنهم من يمشي مشيا، ومنهم من يزحف زحفا، ومنهم من يخطف ويلقى في جهنم. وهذا مذكور في القرآن، قال تعالى: فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صليا وإن منكم إلا واردها. كل الناس يريدون جهنم، وإن منكم إلا واردها. متى يريدها؟ على الصراط، كان على ربك حتما مقضيا. ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. هذا الصراط، أهوال عظيمة، يعني كل هول أشد من الهول الذي قبله. فإذا تجاوزوا الصراط أوقفوا للقصاص، يقتص لبعضهم من بعض، اللي عليهم مظالم للناس واللي يقتص لبعضهم من بعض. فإذا هذبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة. نعم. وأؤمن بأن الصراط منصوب على شفير جهنم يمر به الناس على قدر أعماله. نعم. ما تمر بنشاطك ولا شبابك ولا معك شيء يمضيك، لا، أعمالك، مالك إلا أعمالك هي اللي تعديك، هي اللي تعديك على هذا الصراط هذا. نعم. يمر به الناس على قدر أعمالهم. وأؤمن بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. نقف عند هذا. هذا بعض أو أشد ما يكون من أهوال يوم القيامة وتفاصيل ما يكون في يوم القيامة. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.